لنقاش ملف عملية نبع السلامة العسكرية في الشمال السوري. يحضر معنا في الاستوديو الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة. أهلا بكم سيادة العقيد. أهلا. نبدأ معك من هذه العملية، عملية نبع السلام. كيف تقيمون هذه العملية طيلة الأيام الماضية وآخر تطوراتها؟ عملية نبع السلام وهي الاسم للعملية العسكرية التي تقوم بها القوات التركية بالإضافة إلى الجيش الوطني السوري. هذه العملية لها هدفين أساسيين. الهدف الأول هو إبعاد قوات سوريا الديمقراطية من الحدود السورية التركية أولا، ومن ثم تأمين منطقة آمنة التي تكلمت عنها سوريا، بالإضافة إلى منع أو قطع الأمل لهذه القوات بإنشاء أي كيان انفصالي في شرق الفرات أو في مناطق سوريا. إذن هذه العملية التي بدأت منذ عدة أيام حققت الأهداف المرجوة منها ووفق المخططات التي يضعها القادة العسكريون، فهي إعادة السيطرة على مدينة رأس العين، على مدينة تل أبيض، وهناك أكثر من 50 قرية ومزرعة تم السيطرة عليها، وهي تتجه باتجاه مناطق أخرى، ربما تكون عين العرب، ربما تكون منبج، لأن هذه المنطقة يجب أن تكون خالية من هؤلاء الانفصاليين الذين هم النسخة السورية لحزب البيكيكي التركي والعراقي، وكذلك جبال قنديل التي يتمركز فيها هؤلاء. هذه العملية ليست ضد أي مكون سوري، ضد الأكراد أو غيرهم، بل بالعكس الأكراد السوريين هم من أشد المتضررين من وجود هكذا أحزاب انفصالية. هم رحلوا الجميع، هم طبقوا سياسات عنصرية في منطقة شرق الفرات، هم فرضوا أجنداتهم وتعليمهم وأمور أخرى والتجنيد الإلزامي. لذلك رأينا عدد كبير من أبناء تلك المنطقة فر من شرق الفرات، من 3 ملايين إلى 1 مليون. هم اليوم قوة محتلة لا تختلف عن نظام بشار الأسد، لذلك رأيناهم منذ اليوم الأول بدأوا بالاستدارة باتجاه نظام بشار الأسد، واليوم سلموه الأراضي وسلموه كل شيء، رغم أنهم كانوا يدعون بأنهم ضد النظام الدكتاتوري وأنهم يريدون في تحقيق العدالة والحرية للشعوب. اليوم كذب زيفهم، وهم اليوم عبارة عن يتقاذفهم الجميع، الأمريكان تخلوا عنهم، الروس صامتون ومؤيدون للعملية العسكرية. إذن نستطيع أن نقول بأن قوات سوريا الديمقراطية في الوداع الأخير أو في النزع الأخير. ربما تكون هناك عوامل أخرى غير محسوبة ربما تؤثر على سير عملية نبع السلام. متحدث الرئاسة التركية قال إن العملية لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها، وذلك بقطع الطريق أمام الميليشيات الكردية. يعني ماذا لو تدخلت عوامل أخرى غير محسوبة؟ ربما تكون هذه العوامل عوامل غير عسكرية. يعني إلى مدى تتوقع أن تكون هناك فعلا أن تطرأ هذه العوامل وتؤثر على سير عملية نبع السلام؟ منذ بداية انطلاق عملية نبع السلام رأينا تجيشا عالميا ضد هذه العملية، وعقد جلسة لمجلس الأمن، لكن جوبهت هذه الجلسة بفيتو روسي وكذلك فيتو أمريكي، وتم تعطيل المقترح الأوروبي. كذلك جامعة الدول العربية أرادت أن تتحرك باتجاه وقف هذه العملية، ولكن كذلك لا نرى أي تأثير لهذا التحرك الدبلوماسي نهائيا. لذلك تركيا اليوم تتحرك بشكل ثابت، والرئيس أردوغان تكلم بصراحة بأننا سنمضي في هذه العملية مهما كانت النتائج، لأن الجميع اليوم في تركيا والجيش الوطني يعتبرون بأن قوات سوريا الديمقراطية هي قوات انفصالية، هي قوات أثرت بشكل سلبي على الثورة السورية وعلى الشعب في تلك المنطقة، لذلك وجب قتالها وطردها من هذه المناطق. وهذه هي النقاط المشتركة بين الجيش التركي وبين الجيش الوطني السوري. فهذه العملية ستتحرك، رغم أن هناك بعض الحركات من سوريا الديمقراطية أو من قسد بخلط الأوراق،
أولا هددت أكثر من مرة بأنها ستفتح الأبواب، أبواب السجون على تنظيم داعش، وهذا مما يغضب العالم ويغضب الولايات المتحدة، وربما تهدد بهذا من أجل أن تبقى الولايات المتحدة في هذه المنطقة التي قررت الانسحاب منها بالنسبة للولايات المتحدة. واليوم رأينا الرئيس ترامب قال فلتأتي الصين وروسيا ونابليون بونابرت ليحمي هؤلاء، يعني هذا الكلام يقول بأننا لسنا معنيين في هذا الأمر وسنترك هذه المنطقة. هذا بالنسبة لهذه المنطقة. أما المحاولة الثانية وهي فتح الأبواب لقوات سوريا الديمقراطية لنظام الأسد من أجل الدخول في هذه المنطقة، ورأينا بأن مجموعات من الشبيحة وصلت إلى منبج، وصلت إلى عين عيسى، وصلت إلى مناطق أخرى، ولكن ليست هذه المجموعات بقادرة على أن تواجه الجيش التركي والجيش الوطني. لماذا إذا كان كل هذا الحرص على السيادة الوطنية، لماذا كانوا يعلنون بأنهم سينفصلون وأنهم سيقيمون دولة في هذه المنطقة بتسمية روجوفا أو غرب كردستان أو غيرها؟ إذن هم يحاولون، ولكن أتوقع بأن الأمور خرجت من أيديهم. الجيش التركي والجيش الوطني السوري سيحققان النتيجة التي دخلوا من أجلها، واليوم هناك حشودات للجيش الوطني والجيش التركي في محيط منبج. وكذلك عن منبج، المعذرة على المقاطعة سيادة العميد، الحديث عن منبج يؤدي بنا لطرح سؤال: إلى أي مدى ستواجه عملية نبع السلام ممثلة بالجيشين التركي والجيش الوطني السوري ستؤدي إلى مواجهة بين الجانب التركي وقوات الأسد؟ لا أتوقع بأن قوات الأسد التي تركت الجولان أكثر من مرة ولم ترد حتى الآن على أكثر من 240 استهداف إسرائيلي بأنها تستطيع أن ترد على الجيش الوطني وعلى الجيش التركي في هذه المنطقة، لذلك استعانت ببعض الشبيحة وسمت حتى قوات سوريا الديمقراطية، أدخلتها ضمن نطاق الشبيحة وقالت بأنها الفيلق الخامس أو ربما الفيلق السادس، لذلك تريد أن تستخدم قوات سوريا الديمقراطية وبعض الشبيحة من أجل هذه المواجهة. لا أتوقع بأن هناك مواجهة ممكنة، لأن القرار في هذه المواجهة يبقى في يد الروس الذين يتحكمون بمفاصل العمليات العسكرية السورية، لأنه لا توجد دولة سورية بالمعنى الحقيقي. اليوم الدولة السورية موزعة ما بين المؤيد لإيران والمؤيد لروسيا، وهذا حال الجيش حتى. ولكن بالشكل العام لا أتوقع بأن هناك قدرات عسكرية ميدانية لقوات نظام الأسد التي هزمه الجيش الحر وهزمته حتى كل هذه الفصائل لولا تدخل الإيراني والتدخل الروسي وتدخل الميليشيات لما استطاع نظام الأسد الصمود أو البقاء على قيد الحياة. هناك عدة عوامل خارجية ربما طرأت حتى قبل ربما يعني بدء هذه العملية. الغرب أعلن رفضه لهذه العملية بشدة، وهناك تهديدات حتى أمريكية قبل انطلاقها بأن الولايات المتحدة سوف تدمر الاقتصاد التركي. كل هذه ربما تؤخذ أو هذه العوامل تؤخذ بالحسبان بحجة أن العملية ستمكن يعني معتقلي تنظيم الدولة من الهرب. يعني كيف تتعامل قوات نبع السلام مع كل هذه العوامل؟ بالنسبة لقوات نبع السلام، المناطق التي سيطرت عليها حتى الآن يوجد فيها سجن واحد في مدينة تل أبيض، وهذا السجن فارغ من مقاتلي تنظيم داعش المحتجزين. قوات سوريا الديمقراطية أخلتهم، وهي التي تتمسك في هؤلاء لتبتز بهم العالم، وهذا ما يخوف فرنسا وغيرها. وأتوقع بأن الدول الأوروبية والدول العالمية التي وقفت ضد هذه العملية، أتوقع اليوم بعد استدارة قسد باتجاه النظام والسماح لهم بكل شيء، أتوقع هناك من سيغير هذه المفاهيم، وربما كما قال بعض المسؤولين في الناتو سنقف إلى جانب تركيا ضد أي اعتداء أو على قواتها، أو ربما اقتتال بين هذه القوات وبين دولة أخرى أو ربما نظام الأسد.
في أي عملية عسكرية ربما يجب علينا أن نركز على الجانب الإنساني، ما هي أهم التحديات الإنسانية التي تقف أمام عملية نبع السلام اليوم في مناطق آهلة بالسكان؟ بالنسبة لهذه العمليات أتوقع بأن الجيش التركي والمنظمات التركية وكذلك الجيش الحر أعطى تعليمات صارمة جدا من أجل الحفاظ على المدنيين، ونقول الحفاظ على المدنيين فلو أن الجيش التركي والجيش الوطني سيفعل ما فعله نظام الأسد في خان شيخون وفي الهبيط وفي مناطق كفرنبودة وفي الغوطة وفي مناطق أخرى لتوقعنا بأن هذه المنطقة انتهت هذه العملية في 6 أيام، ولكن هذا التأخر في الإنجاز العسكري سببه الحفاظ على الروح البشرية أو على الناس في تلك المنطقة، لذلك هناك معابر آمنة للخروج، هناك عمليات عسكرية هي إحاطة للمدن الرئيسية كتل أبيض ورأس العين من أجل عدم الدخول بالمواجهات أو بالدخول الفوري للمدن أو المراكز السكنية حتى لا تقع هناك قتلى أو جرحى من المدنيين. أتوقع بأن العمليات العسكرية التركية، وهذا ما يقوله المراقبون، بأنها عمليات عسكرية نظيفة حيث لا يتم تدمير البنيان ولا استخدام المفرط للسلاح ولا كذلك استهداف المدنيين، فقط قوات سوريا الديمقراطية هي التي تستخدم المدنيين كدروع بشرية وتقوم بالقصف على المدن التركية والجرابلس وغيرها من داخل المدن وداخل البيوت حتى يتم استهدافهم، وبالتالي ابتزاز تركيا أو ربما خلق جو من الرد، وهذا ما نخشاه مثلا عندما يسقط المدنيون. الجيش التركي حريص جدا على عدم استهداف المدن أو المناطق الآهلة، لا في المدفعية ولا في الطيران ولا في الاشتباكات. هل هذا يعني أنها عملية طويلة الأمد؟ بالطبع إذا كانت هناك مقاومة هذه العملية، إذا أردنا أن نحدد سقف زمني لا يمكن للعمليات العسكرية أن يكون لها سقف زمني، كل هذا مرتبط في العناصر الدفاعية والقوة التي تستخدم ضد الجانب الآخر. بالنسبة للقوة الدفاعية أتوقع بأن قوات سوريا الديمقراطية التي كانت تراهن على وقوف بعض الدول معها أو على قرارات مجلس الأمن، اليوم بعد أن فشلت كل هذه القوى والجيش الأمريكي والبريطانيين والفرنسيين يستعدون للرحيل، فأتوقع بأن على هذه القوات أن تنسحب وأن تسلم أسلحتها من أجل إذا كان لديها أي ذرة من الوطنية أو الإنسانية من أجل عدم وقوع ضحايا جدد في هذه المنطقة. البعض يرى أن ورقة اللاجئين حاضرة في هذه العملية، يعني هناك تهديدات من قبل الحكومة التركية باستخدام ورقة اللاجئين، كيف تنظر إلى هذا؟ هذه الورقة لا أتوقع بأنها تؤخذ على محمل الجد، لا أتوقع بأن تركيا ستقول للاجئين عليكم أن تذهبوا باتجاه أوروبا أو باتجاه أمريكا وكذلك، ولكن الاتحاد الأوروبي وتركيا وباقي دول العالم لديهم مسؤوليات تجاه هذه الأزمة. تركيا ربما تقول أو تتحدث في هذا الشأن من أجل زيادة الضغط على أوروبا من أجل إيقاف نظام بشار الأسد، من أجل يعني البدء في حل سياسي للقضية السورية التي غيبت بشكل كامل، وخاصة هناك قرارات للمجلس الأمن 2254 جنيف 1 لا نرى بأي تطبيق، ولكن نرى بأن عندما بدأت هذه العملية ضد قوات سوريا الديمقراطية رأينا هناك تحشيد سياسي إعلامي دولي ضد هذه العملية، وهذا يعني كيف سيكون بأن تقوم هذه أو تنبري هذه الدول للدفاع عن تنظيم إرهابي وتترك دولة استقبلت 4 مليون من اللاجئين ولا تزال وهي تقوم بعملية عسكرية من أجل تأمين حدودها ومن أجل إقامة منطقة آمنة لسكان الذين فروا من جحيم نظام بشار الأسد. سيادة العقيد أحمد حمادة، إلى حد الآن ما المكتسبات من عملية نبع السلام حتى هذه اللحظة؟ يعني حتى الآن هناك تحرير مدينة
مدينتين، وهاتين المدينتين تقعان في نصف المنطقة الآمنة المفترض أن تقوم، وهذا يعني بأن هذه القوات قطعت الطريق أمام قوات سوريا الديمقراطية التي كانت تقول بأنها أقامت روجوفا، يعني اليوم أصبحت نصفين، انشطرت نصفين، بالإضافة إلى تدهور أو يعني تقريبا نحن على أبواب وداع هذه القوات، قوات سوريا الديمقراطية. الأمريكان تخلوا عنها، الروس وقفوا على الحياد على أقل تقدير وتفهموا هذه القصة أو هذه العملية العسكرية. لذلك هذه القوات التي راهنت بأن تقيم دولة انفصالية في تلك المنطقة اليوم أصبحت أدراج الرياح. ضيفنا الكريم في الاستوديو الأستاذ الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم.